عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا أهلا وسهلا. يحييك يا أبو عمر. طبعا الابتسامة دائما في بداية الصباح تكون إيجابية وتعطي الواحد روح للمكان. ونحن اليوم الحمد لله مستانسين لأن بالنسبة لحتى السير والمرور في شوارع إمارة دبي عن طريق دورياتها من الطرق تم إبلاغي بوجود انسيابية باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي في كل من شارع حصاب وشارع عدميثة، وهذا شيء يبشر بالخير. أما بالنسبة للزحامات المرورية من الشارقة لدبي تكون في كل من شارع الاتحاد الأخوة الساقين المستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشطة دبي، في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدأ الزحام المروري من الشارقة لدبي القادمين من الجسر الأول إلى الجسر الثالث، من الأول للثاني الحركة شبه متوقفة، من الثاني للثالث هناك انسيابية والحركة تمشي باتجاه المخرج المؤدي إلى شارع رباط وأيضا شارع المطار اللي هو القادمين من جسر راشدية والمتجهين تقاطع جناح الشيوخ الجديد المؤدي إلى شارع مراكش ونفق المطار. بالنسبة لشارع دبي العابر اختصاص إمارة دبي الحركة انسيابية من الشارقة لدبي، أيضا الحركة طبيعية في شارع راس الخور وفي شارع الخيل. نحن دائما في الختام نذكر الإخوة السائقين بضرورة الالتزام بسرعات محددة في طرقات الداخلية والخارجية ليضمن الجميع السلام. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شكر مساء دبي للإعلام. إذا سعاد النعيمي شكرا لك، وإن شاء الله نتواصل معك في هذه الفقرة عن شوارع دبي وعن حركة المرور فيها. وشكرا للقيادة العامة لشرطة دبي.